ووسط أجواء مشاهدين من الحماس والبهجة، افتتحت مدارس الإمارة الباسمة الشارقة أبوابها لتستقبل بكامل جاهزيتها العام الدراسي الجديد بوجود نخبة من الكوادر التعليمية ليحظى الطلبة ببيئة تعليمية وتربوية مريحة ترضي شغفهم وتمنحهم الدافع للتعلم. مشاهدينا، زميلتنا عبير النقبي ترصد لنا أجواء ثاني أيام الدراسة من مجمع زايد التعليمي. يسعد صباحك يا عبير ويعطيك الصحة والعافية. شكرا للزملاء باستديو صباح الشارقة، صباح الخير عليكم وصباح جميع المشاهدين الكرام، مليء بالطاقة الإيجابية والسعادة. نحن حاليا متواجدين في مجمع زايد التعليمي لنوافيكم بأول أيام العام الدراسي الجديد، وراح نوافيكم أيضا باستعدادات العودة إلى المدارس. تنضم إلينا أستاذة حصة محمد علي الزريهي مدير مجمع زايد التعليمي. بداية صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم ومشكورين على هذه التغطية. حياك الله معنا أستاذة حصة. بالبداية نحن نبارك لكم في العام الدراسي الجديد ونتمنى لكم بداية موفقة. بداية موفقة إن شاء الله للجميع يا رب، علينا وعليكم يا رب. إن شاء الله. في البداية أستاذة حصة، حدثينا عن استعدادات العودة إلى المدارس وكيف كانت جاهزيتكم في العام الدراسي الجديد. طبعا كعادتها وزارة التربية والتعليم دائما عندما ننظم فعاليات مرحبا مدرستي تبتكر لنا شعارات محفزة ملهمة. شعارنا لهذا العام كان كفو، والذي شمل كل شرائح المجتمع واستهدف كل الفئات الموجودة في المجتمع المدرسي كذلك. من هنا استلهمنا برنامج لفعاليات مرحبا مدرستي، حاولنا من خلاله أن نغطي كل أفراد المجتمع. بدأنا فيه بالطلبة وأولياء أمورهم، الكادر التعليمي، الكادر الإداري، حتى يعني عمال النظافة، شركات الحراسة. أردنا أن يكون بمثابة احتفالية شاملة للجميع ببداية العام الدراسي. أستاذ حصة، لو بنتحدث عن توجيهاتكم ونصائحكم للطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد. طبعا النصيحة ستكون دائما موجهة لطالب المدرسة الإماراتية. اليوم المدرسة الإماراتية حققت تقدما ملحوظا ملموسا على مستوى العالم، إن لم نقل على مستوى الوطن العربي فهو على العالم. الأنظار كلها متوجهة اليوم نحو المدرسة الإماراتية، نحو الطالب الإماراتي. دائما نوجه للطالب أن يكون خير سفير لبلده، خير سفير لمدرسته، خير سفير في مسيرة التعليم وكل المجالات الموجودة والتي تخدم التعليم وتخدم الدولة بشكل عام. أستاذ حصة، لو نتحدث أيضا عن جانب آخر، أبرز الخطط وضعتموها لإدارة المدرسة لهذا العام الدراسي الجديد. طبعا الأولوية دائما تعطى للدعم الأكاديمي. نحن الآن بصدد وضع خطة دعم أكاديمي تشمل جميع الطلاب بجميع فئاتهم. الهدف من هذه الخطة تقديم الدعم الأكاديمي والوقوف على جوانب الضعف لدى الطالب. بالنسبة للطالب الفائق المتمكن، رفع الأخذ بيده ورفع المستوى ليصل إلى طبعا مصاف المستويات العالمية. في النهاية الهدف من هذه الخطة تحقيق جودة إنجازات الطلبة ورفع المستوى التحصيلي لجميع طلابنا وطالباتنا. شيء أكيد أستاذة حصة. بنتكلم أيضا أستاذة حصة عن الأنشطة والبرامج المقدمة من إدارة المدرسة، البرامج أو الأنشطة الصفية واللا صفية، خلينا نتحدث عن هذا الجانب أكثر. بالنسبة للأنشطة اللا صفية، يعني لو نركز على الأنشطة اللا صفية وخصوصا ونحن اليوم في مجمع زايد التعليمي، اليوم نجد في كل أروقة المجمع هناك ركن، هناك غرفة مصادر، هناك زاوية، هناك ملعب ملهم لرعاية الطلاب الموهوبين، لوضع خطة شاملة للأنشطة اللاصفية نعزز من خلالها قدرات الطلاب. نسعى دائما أن نرتقي بمستويات طلابنا خارج إطار الفصل الدراسي، نحتوي هؤلاء الطلاب الموهوبين. هناك مجموعة يعني من مسابقات الذكاء الاصطناعي نحاول في هذا العام ومن خلال مجمع زايد التعليمي التركيز عليها، وخاصة أن المبنى مجهز كاملا لرعاية هذه الفئة، بالإضافة إلى المكتبة. ما شاء الله المكتبة يعني تصل لأعلى مستويات المكتبات العالمية. نود من هذه المكتبة تخريج كتاب أدباء وأن نحصد مراكز متقدمة في مسابقة تحدي القراءة إن شاء الله. إن
إن شاء الله بإذن الله. هذا من جانب أستاذة. نتكلم أيضا في مجال التدريس، نتحدث عن ما هي الأساليب تنوون اتباعها في مجال التدريس. كذلك أعود مرة ثانية وأربط الأساليب بالمجمع. مجمع زايد التعليمي مزود دائما، يعني نقول بالمختبرات، بالغرف المصادر، كل هذه يعني البيئة المحفزة داعمة للتعليم، من شأنها أن تصل بالمعلم إلى أعلى درجات التمكن في تدريس مهارات القرن 21. من شأن هذه الاستراتيجيات أن تخرج لنا طالب المدرسة الإماراتية المتمكن، متمكن من التكنولوجيا، بالإضافة إلى ولائه وانتمائه للمكان ولدولته بالأساس. إن شاء الله بإذن الله تعالى نتمنى لكم أستاذة حصة كل التوفيق. أستاذة حصة، من خلال استقبالكم للطلبة لهذا العام الدراسي الجديد، خصوصا في أول أيام العام الدراسي الجديد، هل هناك أي صعوبات أو تحديات واجهتكم؟ طبعا دائما التحديات موجودة في كل مكان، في كل زمان التحديات موجودة، لكن ما أجمل قصص النجاح عندما تخرج من بطن التحديات. نحن لها، ودائما عندما نجد هذا الدعم الكافي من قيادتنا الرشيدة فكل الصعوبات تذلل أمام هذا الدعم. نعم، نتمنى لكم كل التوفيق أستاذة حصة على هذه الجهود المبذولة من قبل إدارة المدرسة. شكرا لك، يعطيك العافية، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لكم، حياكم الله. إذن مشاهدينا، تعرفنا على استعدادات العودة إلى المدارس، وتعرفنا أيضا على أول أيام العام الدراسي الجديد، ما هي استعداداتهم وجاهزيتهم وأيضا تجهيزاتهم في مجمع زايد التعليمي. وصلنا إلى ختام تغطيتنا، شكرا على حسن المتابعة. أما الآن عودة إلى زملائي في استديو صباح الشارقة، إسماعيل وأمل.